السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناتنا الوطنية عبير. معنا ابن الناظور إلياس إبراهيمي، يعني حامي عرين المغرب الفاسي. أولا كنباركو ليك باسم ساكنة الناظور والجماهير الكروية الرياضية على الصعود الرائع جدا للماس، عودة ميمونة، ويشرفنا كثيرا أن يكون أحد أعمدة هذا الصعود ابن المنطقة. إلياس، شنو هي الرسالة ديالك أولا والتعبير ديالك على الفرحة، وثانيا شنو هي الرسالة للجماهير الناظورية اللي واكبت وشجعت الماس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيكم. هذا الصعود كان واحد إنجاز تاريخي اللي كان ضروري أن الماس خاصها ترجع للمكانة ديالها الأساسية، هي أنها خاصها تكون في القسم الأول. ثاني حاجه بالنسبه لمدينه الناظور، المدينه ديالي ومدينه اللي كبرت فيها وفيها بديت وفيها تعلمت الابجديات ديال كره القدم مع الفرق الكبرى ديال الناظور، الى الناظور وفتح الناظور. وهذا المنبر كنشكر كاع اللي شجعني من بعيد ولا من قريب واللي واكبوا هذا الانجاز هذا. والياس راه كيبقى فرد من مجموعه اللي حققت هذا الصعود هذا للمغرب الرياضي الفاسي. وكنشكر كاع الجماهير الناظوريه اللي واكبتنا واللي شجعتني عن بعيد ولا عن قريب. وكنتمنى ان شاء الله حتى هذا الصعود يكون على شلاته في مدينتي، وتشوف اول فرقه من المدينه ديالي حتى ان شاء الله تحقق هذا الشيء. هذا ماشي صعيب، خص يكون غير تضافر المجهودات ما بين الناس ديال المدينه والجماهير ديال المدينه والناس المسؤولين عن المدينه. وكنتمنى ان شاء الله حتى انا نشوف فرقه من المدينه ديالي حتى انا نشوفها على شلاته، تكون الى الناظور ولا فتح الناظور ولا اي وحده منهم، تكون حتى هي في القسم الاول ولا القسم الثاني، يعني هي القليله نورمالمون. مدينة الناظور ولا بد تكون عندنا فرقة في القسم الأول ولا في القسم الثاني بحكم قيمة المدينة والتاريخ ديالها، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، مدينة كبيرة. والحمد لله بحكم أنني أنا ولد الناظور ومثلتهم، كنكون نتمنى نكون مثلتهم أحسن تمثيل، وهذا شرف ليا كبير أنني مثلت مدينتي أحسن تمثيل. اللهم لك الحمد. شكرا جزيلا.